ستسمح بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في أقرب الأجال وأحسن الظروف والحيلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري وشلل مؤسسة الدولة. إن مسعى الحكومة جاء وفقا للدستور بوصفه القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها يقترح أن تكون هذه السلطة تتمتع باستقلالية تامة وبصلاحية موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية. ومن أهم ما يميز هذا المشروع أنه ينص على إبعاد الإدارة من جميع العمليات الانتخابية، ومن ثم فإنها أي الإدارة ستلتزم بجميع مكوناتها بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية التي تمكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن هذا المنطلق فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المستحدثة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلانها للنتائج الأولية للانتخابات. كما سيحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفيات تنظيمها وسيرها. بذلك وبحكم أنه ستتولى هذه السلطة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، وكونها ستشرف على العملية في كامل ربوع الوطن وخارجه، فقد تم إنشاء لها مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وما سيدعم استقلالية هذه السلطة إداريا وماليا هو تمكينها من ميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة خصيصا للعمليات الانتخابية، زيادة على أن رئيسها له صفة الآمر بالصرف. إن النص المقترح يتضمن 54 مادة تم توزيعها على 5 فصول تتمحور أساسا حول ما يلي: عن الفصل الأول بعنوان أحكام عامة، يحتوي الفصل الأول على 5 مواد تضمنت ذكر هدف هذا القانون العضوي والمتمثل في إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد صلاحيتها وتشكيلها وسيرها. تتمتع هذه السلطة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. حدد مقرها بالجزائر العاصمة ولها امتداد على المستوى المحلي وبالخارج. عن الفصل الثاني بعنوان
صلاحيات السلطة المستقلة خصص لهذا الفصل 12 المادة تضمنت صلاحيات ومهام السلطة، وهي أولا تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ابتداء من عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية. اثنين اتخاذ السلطة المستقلة لكل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد ودون تمييز بين المترشحين، وفي سبيل ذلك تقوم على الخصوص بما يلي: مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات على مستوى البلديات والمراكز الدبلوماسية، استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي للانتخابات، إعلان النتائج الأولية للانتخابات، تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، إعداد بطاقة الناخب وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثل المترشحين مراقب العملية الانتخابية، التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية الملاحظة للانتخابات واستقبالهم وانتشارهم ومرافقتهم، الإشراف على عملية فرز الأصوات، مراقبة وتمويل الحملة الانتخابية. من جهة أخرى تتلقى السلطة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية الانتخابية وتفصل فيه. تفصل السلطة المستقلة بموجب قرار في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها، ويبلغ بكل وسيلة إلى الأطراف المعنية. يمكن للسلطة أن تقوم بتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. تعاين السلطة المستقلة المخالفات المتعلقة بمجال السمع البصري وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها. تخطر النائب العام المختص إقليميا بكل الأفعال المسجلة أو المبلغ لها إذا كانت تكتسي طابعا جزائيا. أما عن الفصل الثالث بعنوان تشكيل السلطة المستقلة وسيرها، تضمن هذا الفصل 4 أقسام واشتمل على 27 مادة وخصص لتشكيل السلطة المستقلة وسيرها والشروط الواجب توفرها في أعضائها والالتزامات الملقاة على أعضائها وحقوقهم. عن تشكيل السلطة، تتشكل السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئيس. للسلطة امتدادات على المستوى المحلي وكذا بالخارج، وهي مندوبيات ولائية وبلدية ومندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. هياكل السلطة المستقلة: مجلس السلطة المستقلة، يتشكل مجلس السلطة المستقلة من 50 عضوا موزعين كما يلي: 20 عضوا من كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان، و5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية، ممثلين 2 عن الجالية الوطنية بالخارج. يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من قبل النظراء.
وفي هذا السياق نشير إلى أن اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى يتم بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى هذه الشخصية الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة وفقا للتوزيع السالف الذكر. كما يعد مجلس السلطة المستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلة. أما عن مكتب السلطة، يتكون مكتب السلطة المستقلة من 8 أعضاء، من بينهم نائبي الرئيس يساعدانه على تولي مهامه. ينتخب أعضاء المكتب لمدة 2 سنة من بين أعضاء المجلس، وتحدد طريقة الانتخاب ومهام المكتب بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة. عن رئيس السلطة المستقلة، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة بأغلبية الأصوات، وخلال ذلك خلال الاجتماع الأول، وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح أصغر سنا. يترأس رئيس السلطة المستقلة مجلس ومكتب السلطة وينسق أشغالهما. يعين رئيس السلطة نائبيه ويمثلها أمام مختلف الجهات والسلطات، كما يتولى تنفيذ مداولات مجلس السلطة وإعلان النتائج الأولية للانتخابات. تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعينه رئيس السلطة. يخضع مستخدمو السلطة المستقلة لقانون أساسي خاص. بخصوص مندوبيات السلطة المستقلة، ينشئ مجلس السلطة المستقلة مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتنسيق مع السلطات المعنية. أما عن الفصل الرابع بعنوان أحكام مالية، تزود السلطة المستقلة بميزانية للتسيير، كما تتولى إعداد ميزانية الانتخابات. الفصل الخامس بعنوان الأحكام الخاصة والجزائية، تحول صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في تحضير الانتخابات وتنظيمها إلى السلطة المستقلة. لرئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حالة المساس بالسير العادي للعملية الانتخابية وصحتها وشفافيتها ونزاهة نتائجها، قصد مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العملية الانتخابية. وينص المشروع في الأخير على أحكام جزائية عن الاعتراض أو عرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وأحكام خاصة بإهانة أعضاء السلطة المستقلة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، ذلكم هو بإيجاز محتوى مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.